اختتم المجلس الأعلى للبيئة وسفارة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين ورشة العمل الشبابية لتغير المناخ التي جاءت تحت شعار معا من أجل المناخ. نعم، وتأتي الورشة في إطار التعاون الوثيق والتكامل الثنائي والذي يربط مملكة البحرين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مختلف المجالات البيئية والمناخية، وتستهدف شريحة الشباب التي تعد العمود الفقري الذي يرتكز عليه فريق البحرين في تحقيق أهدافه الاستراتيجية والتنمية الشاملة. بالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لاستضافة الدورة 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، اختتمت ورشة العمل الشبابية معا من أجل المناخ، وذلك في إطار حرص مملكة البحرين على نشر الثقافة البيئية وزيادة مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين والمقيمين وتعزيز قيم البيئة الخضراء والتنمية المستدامة. أهم مخرجات هذه الورشة أن يكون في وعي شبابي بالعمل المناخي في مملكة البحرين والدور اللي ممكن الشباب يلعبونه في العمل المناخي. فتكلموا الحضور عن شنو الإجراءات اللي ممكن ينفذونها على المستوى الفردي، على المستوى الجماعي، شنو البوتنشل مال هاي المجال في الوظائف، بالإضافة إلى المشاركات اللي هم ممكن يشاركون فيها. شوفها من الفرص الجدا مهمة، كوننا نحن قبل لا نكون البحرين والإمارات ترانا أخوان، وجهودنا المشتركة هي اللي بتساهم في إنجاح عديد من هذه الأهداف اللي نحن نتمنى أن نطلع فيها من حضورنا لهذه الورشات. فهذه الجهود إن شاء الله أتمنى ما تكون يعني من آخر المرات اللي يكون فيها مشاركة بين أخواننا البحرينيين ونحن الإماراتيين، بل أن أشوف إن شاء الله هاي نفس محطة مهمة أن نحن نزيد الشراكات اللي بيننا. شارك في ورشة العمل 90 شابا وشابة من طلبة الجامعات والجمعيات الشبابية، وذلك ضمن جهود المجلس الأعلى للبيئة تجاه نشر الثقافة البيئية وخاصة لدى شريحة الشباب من أجل تحقيق المسؤولية المجتمعية نحو بيئة مستدامة ومجتمع واع بدور الفرد في الحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات المناخية. هذه الورشة تعزز دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فطوال اليوم عرفنا الشباب بأهداف التنمية المستدامة، وسائل تحقيق هذه الأهداف، وكيف نعزز دورهم والأمور المتتبعة لتحقيق كل هذه الأهداف. ورشة العمل اشتملت على مجموعة من المحاضرات التوعوية، إضافة إلى ورشة عملية للمشاركين، وذلك لتعزيز قيم البيئة الخضراء والتنمية المستدامة وتشجيع استخدام التقنيات الصديقة للبيئة وتعزيز المشاركة المجتمعية في مجال المحافظة على البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ. معا من أجل المناخ عنوان هذه الورشة التي اختتمت اليوم، والتي ارتكزت في محاورها المختلفة لرفع مستوى الوعي بين الشباب بقضايا البيئة والمناخ وتعزيز حضور الشباب في مواجهة التحديات المناخية العالمية. خالد العون لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.